بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين. اول حاجه، لو انت لسه جديد في القناه يا ريت تشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تدعمني باللايك. اول حاجه نتكلم النهارده عن الكلاب البكنيز. ده كلب بكنيز عندي، ده دكر عمره 8 شهور زي ما انت شايفين، شعره لون جير، حجم ميديم. يعني الكلاب ديت ما يعني مشهوره جدا انها ذكيه، ذكيه جدا تتدرب بسرعة عن الكلاب الكبيرة، وكمان بتتربى في البيوت عادي، وكمان لو انتشر من صغره سلوكه وتدريبه وكل حاجة بتتوقف عليك انت وعن الطريقة اللي هتتعامل بيها معاه. يعني لازم يكون في عقاب، ولازم يكون في صح وغلط، لازم الكلب يفهم، لازم الكلب يتنادى عليه باسمه من صغره عشان يعرف اسمه، ولازم طبعا التغذية تبقى مرتين في اليوم أيا كان بقى أنت بتأكل، سواء أكل بيت، سواء هياكل، سواء أجنحة، سواء أو غيره أو غيره أو غيره. لازم الأكل يكون مسلوق، ما يكونش ني عشان ما يرب لهمش الديدان في بطنهم. لازم تحافظ على كلبك، التسريح المستمر لو كلب شهر طويل عشان ما يكلكعش منك. ما تحممش غير مرة كل 3 شهور، بحس ان الكلب ما يفقدش لمعان شعره. دايما في متابعة مع الدكتور البيطري، في تطعيمات، في كل حاجة. ما تأهملش في الكلب، الكلب دي روح وانت مسؤول عنها. وبس، هو ده كان فيديو صغير كده قلت اعمله، لان بصراحة قاعد مش لاقي اي حاجة اعملها، فقلت انزل فيديو. ويا رب يعجبكم، وان شاء الله الجاية هيبقى احلى واحلى.